السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتي وقناتكم عالم سهام. يوم جديد وصفه جديده. اليوم غادي نقدم لكم سلطه الارز اللي كتجي زوينه بزاف في المذاق والمنظر، ومن اسهل ما يكون بمقادير بسيطه وموجوده في كل بيت. يمكن لكم تقدموها للضيوف والعائله ديالكم. بلا ما نطول عليكم، ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير، عندي الرز اللي سلقته في الماء مع شويه الملح، عندي الذره اللي صفيتها وغسلتها مزيان، جوج بيضات اللي قطعتهم طيفات صغار مسلوقين، عندي هنا واحد حبة البطاطا وشوية الجلبانة اللي بخرتهم، عندي خيزو اللي سلقته وقطعته طريفات صغار، والمايونيز باش نخلطو الشلاضة ديالنا. وعندي بصلة صغيرة اللي قطعتها رقيقة. وغادي نخلط جميع العناصر حتى تنسجم مع بعضياتها. ونذوقها الا خاصها شي حاجة. هنايا عندي جوج بطاطات اللي سلقتهم ومن حتها مازال سخونه، غادي نعكها مزيان. حتى تولي لي على شكل بوماط. غادي نزيد عليها معلقه ديال المايونيز ونستمر في المعك ديالها حتى ترطب ليا. هنا جبت واحد المول ودرت فيه داك الخليط ديال الرز، وغادي نبقى نبرك عليه مزيان ونقادو باش ما يتحلش ليا. من بعد ما بردات ليا ديك البطاطا درتها في هاد البوش وبديت كنزين بها الرز ديالنا على هذا الشكل هذا. بالنسبه للتزيين لكم الاختيار. وهنايا عندي الباربا اللي سلقتها من قبل وقطعتها دوائر وقطعتها بدك المرشه على شكل وريضات، وداكشي اللي بقى لي غادي نمعكو هو نصف الكميه اللي بقات لي من البطاطا باش نزين بها الشلاضه ديالي. وهذا هو الشكل ديال الشلاضه من بعد ما زينتها. هذاك البطاطا والباربا اللي بقى لي درت بهم داك الوريضات وزينتها بدك الوريضات اللي قطعت من الباربا. وكنتمنى تعجبكم وتجربوها وتقدموها للضيوف والعائله ديالكم.
ولا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش ديروا لايك واشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.